تعيش باكستان ومنذ أسابيع تداعيات إقدام رئيس الجمهورية على عزل رئيس المحكمة العليا بناء على تهم بالفساد، لكن بعيدا عن التعقيدات القانونية والتفاصيل القضائية للحدث، فإن كثيرين في باكستان يتعاملون مع هذا الحدث السياسي بمنظور مختلف ويحاولون التفاعل معه بأسلوب يعكس ثقافتهم الخاصة. كلما كانت هناك جلسة استماع في التهم الموجهة لرئيس المحكمة العليا المعزول افتخار تشودري، حضر إلى الساحة المقابلة لمبنى المحكمة من يسعون للتعبير عن تضامنهم معه. ولأن الشمس حارقة هذه الأيام، حاول البعض التحايل على حرارتها. الانتظار طويل وممل، ما دفع نشطاء الأحزاب الدينية للإنشاد في محاولة للترويح عن النفس، بينما ابتدع آخرون هتافات وأشكال تحط من مكانة رئيس الجمهورية الجنرال برفيز مشرف. أما صاحبنا هذا فعبر بأسلوبه الخاص عن موقفه من الرئيس. وجه مشرف أمام شعبه أسود، وهو أيضا مربوط من رقبته بهذا الطوق الأمريكي والذي يستخدمه بوش لجره كلما أراد. المحاكمة تجذب كثيرين، وحتى رسام الكاريكاتير المعروف في باكستان تيمور، والذي يسعى ميدانيا لتسجيل كل ما يلفت أنظاره لا سيما مواقف الأطراف المعنية، ولينتقل بعد ذلك للصحيفة التي يعمل بها ليعلق من خلال رسومه على الحدث. أحاول دائما أن أعبر عما يدور في وجدان الناس، لذا أتواجد دائما بينهم، أسمع وأشاهد الكثير من الأمور التي تمتنع عن نقلها قنوات التلفزة والصحف. رسوم الكاريكاتير في الصحافة الباكستانية تسخر من كثيرين وحتى ذوي المناصب الرفيعة، والعجيب أن الكل تقريبا يتحملون ذلك وبصدر رحب. نقل الأخبار والأحداث عمل نقوم به نحن الصحفيون، أما رسموا الكاريكاتير فيعلقون على تلك الأحداث بأسلوبهم الساخر، وهم يرون أنهم بذلك إنما يلبون رغبة لدى البعض. في النهاية خدمة الجمهور هي الهدف، ولكل أسلوبه. عبد الرحمن مطر، الجزيرة، اسلام آباد.